هكذا تواصلنا يستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا المساء. انطلاق جميل وتحدي مثير هنا في عاصمة الميادين أيضا من خلال هذه الأسماء، كما نذكر أيضا بالتوقيت الزمني الذي تسجل من خلال أيضا شعار هجين الرئاسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي، من قدم لنا أيضا هناك اللي هي مشاهدين الأعزاء بهملولة بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 37 ثانية، وأيضا هناك جزءا واحدا من الثانية. تهانينا للظافر على هذا الفوز والانتصار من خلال تقديم هملولة للجولة الثانية وفي خامس أشواط هذا اليوم وثاني أشواط المحليات. ننطلق مع هذا الشوط، نسير إلى الشاهينية على المركز الأول من هجن الرئاسة، هي أيضا يقدم الشاهينية راشد بن محمد بالسم المنصوري، ولكن دخول آخر من الشاهينية هنا يأتي بشعار هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ما شاء الله نقلة إلى المركز الثاني أو الثالث والرابع والخامس. تأتي الشاهينية أيضا بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم انطلاقه ايضا مع هذا الشوط ثلاثيه ولا ارواح هنا، بينما اللي في المركز الخامس السادس ايضا انطلقت هنا شاهينيه من هجن الرئاسه يقدمها احمد بن مايد الخيلي. انتقل مباشره مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذه اللحظات ايضا مع اسم جديد وتحدي مثير، وصلت العين في هذه اللحظات من هجن الرئاسة يقدم العين عوض بن مبارك المهيري، بينما نقلتنا مباشرة هنا إلى الاسم القادم والمنطلق في هذا الشوط. تأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هذه الريم لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى علي بن خليفة بن عنتر الغفلي يضمرها هذه الريم، وصلت في هذه اللحظات، ولكن دخول وتحدي مثير أيضا من الشاهينية لهجن الرئاسة. ياتي احمد بن مايد الخيلي يقدم انطلاقة رائعة هنا من خلال هذه الاسماء القوية. هنا الوصول مشاهدين الاعزاء، تاتي شقره من هجن الرئاسه سهيل بن احمد بن دري الفلاحي وصل ليقدم شقره في هذا الشوط وينطلق من خلال هذا الاداء الرائع والجميل. هناك تحديات مثيره من خلال اشتعال هجن الرئاسه الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يقدم اشتعال هنا وينطلق من خلال تواصل هذه الاسماء، ما شاء الله تبارك الله. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء القوية والعملاقة، ولكن لنا عودة إلى هذه الانطلاقة، لنا عودة أيضا إلى مقدمة الشوط. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نسير مع مقدمة الشوط، نسير مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذه هي النتيجة، ولكن العودة إلى الشواهين الشاهينية والشاهينية هناك في مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة. ياتي راشد بن محمد السم المنصوري مقدم الشاهينيه الاولى هنا مع المركز الاول باندفاع ولا اروع. هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هنا ينطلق مع مقدمه هذا الشوط والمركز الثاني، الوصول على المركز الثاني، التحدي المثير من الشاهينيه لهجن الرئاسه يقدم الشاهينيه. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هناك من يقدم الشاهينيه ويقدم هذه النجوميه الرائعة والجميلة. ياتي ايضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصلت هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، وصلت الشاهينية الاخرى. ياتي هنا مشاهدينا ومتابعين الكرام ليقدم هذا الاسم القوي والتحدي المثير مع الشاهينية احمد بن مايد الخيلي في تحديات مثيرة واداء ونجومية كبيرة هنا
مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نعود الى المركز الثالث، المركز الرابع عفوا، هناك شاهينيه ايضا ياتي شعار هجن الرياسه ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الرابع، المركز الرابع هناك دخول من الشاهينيه في المركز الرابع، احتلت المركز الثالث شاهينيه مع بن زيتون، والمركز الرابع شاهينيه لهجن الرياسه راشد بن محمد السم المنصوري، المركز الخامس هناك وصلت الشاهينيه من هجن الرياسه ايضا يقدمها ايضا راشد بن محمد السم المنصوري على المركز الرابع، والمركز الخامس شاهينيه لهجن الرياسه ايضا ياتي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما هذه الانطلاقه، والمركز السادس هنا الشاهينيه لهجن الرياسه يتقدم المجازر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز السابع وصلت هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من خلال هذا الاداء الرائع والكبير، هنا تحديات مثيره من الشاهينيه لهجن الرياسه ياتي هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام شعار هجن الرياسه احمد بن مايد الخيالي بتحدياته الكبيره والمثيره هنا في عاصمه الميادين، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الكبير، هنا التحديات المثيره وهنا ايضا النجوميه الكبيره مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود الى الاسماء وناخذ الصداره الاولى ومقدمه هذا الشوط مع المركز الاول مع الصداره الاولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا الاداء الكبير، هكذا التحديات المثيره والانطلاقات الجميله هنا في عاصمة الميادين في انطلاقة هذه الليلة ليلة الثنايا، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، الشاهينية من هجن الرياسة يقدمها أيضا هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم الشاهينية على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك دخول من الشاهينية وانطلاق أيضا من شاهينية أخرى تقدم هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذه النجومية الكبيرة هنا وبهذه أيضا السيمفونية الرائعة في هذا المساء في شوطنا العاشر، يا سلام هنا أيضا المستحيل الفيلسوف المجازف أيضا أسماء قوية ومثيرة وتحديات أيضا جميلة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا النتيجة وهكذا الأسماء القوية والرائعة ما شاء الله تبارك الله، هكذا تسير الأسماء وهكذا تسير المنافسة القوية مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذا المساء الجميل، نسير أيضا هنا من خلال هذه الأسماء وهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، ولنا عودة إلى المركز الثاني قلنا ولا الثالث والرابع مع الشاهينية، والشاهينية يتواجد أيضا هناك محمد بن عتيق بن زيتون يقدم شعار هجن الرياسة، المركز الخامس وصل بوذياب، وصل بوذياب في المركز الأول والمركز الخامس هنا يقدم أسماء قوية أيضا وتحديات مثيرة في هذا المساء، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الكبير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نعود هنا نعود إلى الانطلاق، نعود إلى التحدي، نعود إلى أيضا اقترابنا من مسافة الاثنين كيلومترات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هنا أيضا الشاهينية اتجاهها قوي وتحديها مثير وانطلاقها ولا أروع هناك على الصدارة الأولى، 2 كيلومترات المتبقية بالفعل ودخلنا هنا ال2 كيلومترات الأخيرة المتبقية عن خط النهاية لياتي هناك أيضا المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري مقدما لنا الشاهينية على المركز الأول، أيضا تحركات في هذه اللحظات من الشاهينية لهجن الرياسة على المركز الثاني، يتواصل المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولكن أيضا يجدد هناك الدفاع وأيضا يقدم اسم آخر، هناك الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يأتي بهذه الانطلاقة، الوصول من الشاهينية على المركز الرابع لهجن الرياسة يأتي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ووصل الفيلسوف بدأ ينطلق مع هذه الأسماء، ولكن بن زيتون قادم أيضا هناك بالشاهينية من المناطق الخلفية، وأيضا هناك الفيلسوف مقدم الشاهينية
اللي خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه هي نتيجتنا، هذه انطلاقتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. العوده الى الصداره، العوده الى مقدمه الشوط، الاتجاه الى المنعطف الاخير والاتجاه الى لوحه الكيلومتر الاخير. هذه هي لوحه الكيلومتر الاخير التي بدانا نقترب منها، والشاهينيه هي في الصداره، هي في المركز الاول، هي من تتقدم في مقدمه الشوط. يا محمد جان، نسير مع هذه الاسماء ومقدمه هذا الاداء الكبير. يا سلام، الكيلومتر الاخير، الشاهينيه اول المفتتحات لهذا الكيلو واول المنطلقات من ستارت الثمانية كيلو، محافظه حتى هذه اللحظات، تدخل ايضا في الكيلومتر الاخير. احلوت المنافسه، احلوت المنافسه يا ابو دياب، يا ابو دياب بدات الحركه. الله 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 الله، وصلت الشاهينيه على المركز الثاني لهجن الرياسه، احمد بن مايد الخيالي يقدمها، ولكن هنا الشاهينيه على المركز الثالث مع هجن الرياسه وايضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله 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 الله، ال 500 متر، يا سلامي عليك يا ابو احمد، يا سلامي عليك يا ابو دياب على هذا الاداء الكبير، سلام يا ابو النشمي، سلام على هذه النجوميه الرائعه مع هذه الانطلاقه، يا سلام. هنا هذه هي الشاهينيه من هجن الرياسه، يقودها ايضا هنا اسد الوثبه راشد بن محمد بن سم المصوري. تهانينا للمؤسسه العملاقه، مؤسسه هجن الرياسه التي تشكل هذه الانطلاقه هنا في شوطنا العاشر في انطلاقاتنا ايضا الجميله. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، لحظات وصول الشاهينيه بالمركز الاول. تهانينا ايضا لابو النشمي على الفوز والانتصار، المركز الثاني شاهيني من هيجن الرياسه، المركز الثالث ايضا شاهيني من هيجن الرياسه، المركز الرابع شاهيني من هيجن الرياسه، المركز الخامس شاهيني من هيجن الرياسه. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود ايضا بالتوقيت الزمني بعدما شاهدنا الخمس المراكز الاولى والتوقيت الزمني الجميل والممتاز والرائع. وهنا ايضا الهواري ياتي بالشاهينيه من هجن الرياسه بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري. 12 دقيقة 42 ثانية وثلاثة وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري. المركز الثاني وصلت فيه الشاهينية من هجن الرياسة، أيضا قدمت عرض رائع وجميل. تهانينا لأحمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 47 ثانية، أربع أجزاء من الثانية، تهانينا ناموس. المركز الثالث وصلت شاهينية أيضا من هجن الرياسة، قدمها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 12 دقيقة 48 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت حكايتي وقصة الشوط العاشر، شوطنا الحادي عشر، انطلق بحفظ من الله ورعايته.